السلام عليكم يا اخوان، اليوم نوريكم كيفاش ديروا لا روميز ا زيرو ديال فيدونج في الرونو طاليسمان. ملي كتشوفوا ملي كدير امارش ملي كديماري الموتور كتبقى هاد البوره هادي شاعله هنايا الصفراء، وكيطلع هاد الميساج هذا فيغ ريفيزيون. دونك نوريكم كيفاش دغيا نساليزيوها. اول حاجه الموتور يكون ساكت، غتشعلوا الكونتاك، كون الكونتاك شاعل بلا ما ديماري الموتور، غتجيو هنا لهاد البوطون هادي وتقلبوا على اوتونومي دو ريفيزيون. غتبدا الضرب، تقلب على هادي اوتونومي دو ريفيزيون، وغادي تجي هنا البوطون ديال اوكي، تركو عليه، بقى مورك عليه. ملي كيطلع لك بحال هكا فيدونج دون 0 كيلومتر، حيد يديك، عاود ورك نوبه اخرى وتسنى. غتبدا تكليونتي هكا، واحد شوية كتعطي 10000 كيلومتر ولا 12 موا، صافي غادي تفي الكونتاك، صافي غادي ديماري الطوموبيل. دابا ديماري الموتور، صافي موتور امارش كي تشوفو معايا الميساج. هو مبقاش ديك السيرو الصفرا، مبقاتش. صافي هادي هي الطريقة ديالها، الطريقة راه جد سهلة. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم الاخوان، ما تبخلوش علينا باللايك للفيديو وبارطاج، واشتركوا في القناة، والسلام عليكم.